اهلا بيكم مره تانية، ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا من حياه سعيده. النهارده حلقتنا يمكن كلها طبيه، بس لان احنا حابين ان احنا نوضح لكم ونرد على كل التساؤلات اللي بتدور في دماغكم في الفتره الحاليه. النهارده معانا دكتوره رانيا السيد عبد العليم، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب في القصر العيني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور رانيا؟ ازيك يا حبيبتي، منوراني. ميرسي يا جميل. دكتور رانيا، عايزين النهارده نتكلم عن علاج التهاب الاوعيه الليمفاويه. عايزين في الاول كده نعرف المشاهد ايه التهاب اوعيه ليمفاويه، ايه هو الالتهاب الليمفاوي؟ طيب اولا بس هقول التعريف العلمي، بس هشرح للناس عشان ما يتوهوش مننا من الاسم الكبير ده. حلو. يعني ايه التهاب اوعيه ليمفاويه او تورم ليمفاوي؟ من الاسم ان الذراع وارم، حجمه كبير وورم، او الرجل او الساق متورمه فيها تورم وحجمها زياده، يبقى احنا ده معنى كلمه التهاب اوعيه ليمفاويه او تورم ليمفاوي. ده بيبقى عباره عن التهاب في القنوات الليمفاويه اللي هي جزء من الجهاز الليمفاوي بسبب جرح او التهاب بكتيري او فيروسي يؤدي الى التهاب الاوعيه الليمفاويه، تسبب التورم كبر حجم الذراع او كبر حجم الساق. طيب ايه يعني بيبقى فيه او القدم؟ ساعات بتبدا من القدم بس وبعد كده تطلع فوق لحد يعني تاخد لحد تحت الركبه، وساعات تكمل لحد فوق خالص. طب معلش انا هقول لك حاجه كده بسيطه، في ناس دايما بيجي لها هما احنا كشعب مصري بنحب نشخص لنفسنا كل حاجه. انا لسه كنت معايا دكتور اطفال فبقول له الام هي اللي بتشخص لابنها. في ناس بيقولوا ايه لو لقى رجله مثلا ورمه يقول لك اصل انا عندي املاح. لا، احنا لازم نتاكد في التهاب في الاوعيه الليمفاويه. يعني احنا مثلا كان من فتره جات لنا حاله من السودان، الست فضلت تهمل الموضوع لحد ما وصلت ان رجليها، احنا وصلنا من بعد الكورس الاولاني قللنا من الرجل الواحده 40 سنتي. متخيله 40 سنتي؟ يعني كميه سنتي. يعني رجليها منفوخه قد ايه؟ اللي احنا بنقول عليها قدم الفيل ولا ده حاجه تانية؟ زي ده تورم ليمفاوي. تورم. طب اسباب التهاب الاوعيه الليمفاويه ايه؟ بصي، من طبعا من اشهر الاسباب طبعا السرطانات واورام الثدي، عشان كده لما خصوصا لما بيستأصلوا الثدي ويستأصلوا الغدد الليمفاويه فممكن الايد تورم قوي لو اتعرضت لاي خدش او سخونيه او اي حاجه. فدايما بنحذر الناس اللي عاملين استئصال اورام ثدي او اورام بروستاتا او اورام الرئه او اورام المعده يخلي بالهم ان ممكن يبقوا عرضه اكتر للالتهاب الليمفاوي. طبعا الالتهاب البكتيري او الفيروسي ممكن جرح في الرجل يؤدي الى التهاب ليمفاوي حتى بعد الجرح، بعد الجرح ما يخف ولا في اثناء وجود الجرح؟ وجود الجرح وما تعالجش كويس فيعمل التهاب بكتيري، بكتيريا تدخل جوه او الفيروس يدخل جوه اللي هي القنوات الليمفاويه اللي قلنا عليها ويعمل التهاب ليمفاوي، والالتهاب الليمفاوي او التهاب في الاوعيه الليمفاويه يعمل تورم ليمفاوي. الناس اللي بيتعطوا ستيرويدز او بمعنى ستيرويدز اللي هو الكورتيزون كتير، الناس اللي بيتعالجوا مثلا فتره التهاب مزمن من اي سبب من اي حاجه وخدوا كورتيزون فتره طويله بيبقوا عرضه للتورم الليمفاوي. عندك الناس اللي بيبقى عندهم السكر، اصلا الاوعيه الدمويه بتاعتهم كلها ضعيفه، فبالمره الاوعيه الليمفاويه ممكن يحصل عليها التهاب هي كمان فيحصل تورم في رجليهم. وخصوصا بقى ان احنا بنخاف منهم قوي لانه التورم الليمفاوي مع وجود التهاب اعصاب طرفيه ممكن يقلب بقدم سكري فيدخلوا في قصه كبيره، مشكله كبيره ودوامه كبيره. هل مرضى القلب برضو معرضين لالتهاب الاوعيه الليمفاويه ولا دول بعيد؟ بصي، هو اي حد يعني معرض، مجرد زي ما قلت لك هو التهاب فيروسي او بكتيري بيبدا اصلا، يعني مجرد اي حد معرض ان هو يحصله لو ما خدش باله من الاساس من التهاب الاوعيه الليمفاويه دي. طيب عايزين نتكلم بقى باستفاضه عن الاعراض بتاعه التهاب الاوعيه الليمفاويه. بصي، طبعا اول حاجه احب اقولها للناس زي ما قلت لك على حاله السودان، من ضمن الحالات برضو اللي اتعاونت فيها مع احد اطباء الاوعيه الدمويه، كان حاله بنوته صغيره
البنت دي عندها تورم، بس الحمد لله مامتها اكتشفتها في وقت يعني قليل، كان لسه بنتكلم في 4 سنتي او 5 سنتي ارتفاع في مستوى القدم. ده كان ده التهاب بكتيري او التهاب فيروسي، بيبدا يعني الحاجه الملاحظه قوي ان يحصل تورم. دي اول حاجه. تاني حاجه التورم هيؤدي ايه عشان ما ننساش؟ تقل في الدراع او في الساق او في القدم او في او مثلا لو المكان ده تحت الركبه، ده كله هيبدا يبقى فيه تقل مع الحركه، الم. الم في العضلات طبيعي ان يبقى فيه الم. ليه؟ لان انت زي ما كنا انا حاطه تقل على ايدك او تقل على رجلك، فطبيعي بعدها يبقى فيه الم. ممكن طبعا نتيجه لوجود التهاب يحس بسخونيه في المكان، خصوصا في مكان العقد الليمفاويه، يعني مثلا في الرجل يحسها عند منطقه الفخذ من فوق، وجود خطوط حمراء في منطقه الدراع عند الابط اللي هي عند قريبه من الاماكن العقد الليمفاويه. فممكن يلاقي يلاحظ وجود ده، ممكن برضو يعرفه انه في التهاب في العقد الليمفاويه. ممكن يحس كمان بسخونه، سواء سخونة ارتفاع درجة حرارة الجسم كله أو سخونة في المكان الملتهب، في المنطقة المصابة، المنطقة اللي فيها الإصابة ممكن يحس بيها في السخونة. طبعا 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 لو في الرجل تقل في الحركة فظيع، لو في الدراع هيبقى تقل في حركة الدراع نفسه، فممكن تعملك إعاقة في الحركة. طيب حضرتك من شويه قلتي لي ان كان في طفله تقريبا حصل عندها المشكله دي، يعني احنا كده بنقول ان الالتهاب الليمفاوي مش مقتصر على سن معين. لان احنا في الاول قلنا ممكن يجي لبعض الناس اللي هم عندهم سرطان الثدي وتم استئصال الثدي بالغدد الليمفاويه، فده بيحصل عندهم كده، فاحنا ممكن مخنا طبيعي بيروح ان لا ده في السن الكبير. لا لا مش شرط في السن الكبير خالص، ده في السن الصغير، وفي يعني انا شفت اعمار مختلفه، يعني شفت انا تقريبا شفته في كل الاعمار. شفت البنت دي كان حوالي 16 سنه ولا 15 سنه، شفته في يعني في اعمار مختلفه، يعني ناس مش مقتصر على عمر معين. المشكله انه ده كمان بيدخلك في مشاكل تانية، زي ان مثلا وزن الجسم يزيد من قله الحركه. فاهماني؟ برضو مش بس الناس اللي عندهم ورم، الناس اللي اتعالجوا بالاشعاع من اي نوع ورم اخر. العلاج الإشعاعي على فكرة من الحاجات اللي ممكن تؤدي، ما في حاجة عندنا في الطب اسمها بارا ماليجنت سيندروم. بارا يعني جنب، ملاصقة ليها أو جنبها ماشية معاها ماشية معاها خطوة بخطوة. فجنب الماليجنت اللي هو الأورام الخبيثة دي، تلاقي من الحاجات اللي مشهورة يحصل فيها التهاب في الأوعية الليمفاوية، بتيجي مع الماليجنانسي أكتر أو العلاج بالكيمو أو الراديو ثيرابي. لما بيحصل العلاج بالكيموثيرابي او الكيميائي او الاشعاعي، في الحاله دي بتتاثر الغدد الليمفاويه. عارفه من كتر التورم كمان بيبقى فيه تشققات في الجلد، الجلد تحسي ان هو حصل عليه ستريتش جامد، والجلد بتاعه تحسي ان هو كانه هيتفتح او بدا فعلا يتشقق من كتر ما هو تم التمدد بتاعه، من كتر التمدد. ساعات كمان ده بيؤدي لمشكله كبيره بقى جدا، انه يحصل تقرحات، التقرحات تعملك بقره صديديه. الموضوع ساعات بيكبر جامد. هو انا بقى لسه كنت عايزه اسال حضرتك، لو المريض اهمل العلاج بتاع الغدد، تورم الغدد الليمفاويه او تورم الليمفاوي، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ طيب المضاعفات بقى اللي ممكن تحصل، طبعا اذا اهمل العلاج، اول حاجه انه يحصل حاجه اسمها التهاب خلوي. الخلايا نفسها جوه تلتهب، يحصل التهاب خلوي. الالتهاب الخلوي ده بقى هيدخلنا في قصه سخونيه، ويعني الموضوع بقى هيبقى مش بس في المنطقه المصابه، هيأثر على الصحه العامه. ممكن يعمل طبعا اعاقه في الحركه، لان انت كل ما انت سايبه الموضوع ايه عمال التورم بيزيد، لان انت ما بتعمليش تصريف للسائل الليمفاوي ده، فالموضوع التورم عمال بيزيد. فكتر التورم ما بيزيد ممكن يعمل استرتش على الجلد، استرتش الجلد ده يعمل فتحات، الفتحات دي تبدا مصدر تاني للعدوى والبكتيريا، فيبدا ندخل في قرح او تقيحات او اماكن ايه خراج، يعني يحصل خراج او اماكن يحصل فيها بؤر صديديه.
اذا اهملنا العلاج ممكن بعد الشر ده الضوء يضغط على الاوعيه الدمويه نفسها، فممكن يدخلنا بعد الشر في غرغرينا، وممكن بعد الشر حاجه زي دي توصل لباتر على فكره اذا اهملنا اهملنا العلاج. فاهمال العلاج هيدخلنا في ممكن يوصل متاهه كبيره، متاهة ده احنا كبيرة. دخلنا في كذا نقطه وفي كذا مشكله، ممكن مشكله كبيره طبعا طبعا. واسوأهم بقى اسوأ الاعراض دي انه يحصل تلوث في الدم، ان البكتيريا دي تتنقل من المكان المصاب توصل للدم. فدخلنا بقى في دخل في رعايه، ورعايه مركزه، في تسمم في الدم، بكتيريا دخلت الدم. ده احنا كده هندخل بقى في قصص تانية، غسيل الموضوع خطير بجد. قصة كبيرة. واهمال علاجه يودينا في مشاكل احنا مش متخيلين هي ممكن تبقى كبيرة قد ايه. الناس بتستسهل انه رجليها ورمة او ايديها ورمة، بس ده ممكن يدخل في مشاكل كبيرة جدا. طيب دكتور كلميني بقى عن طرق التقييم. بنقيمه ازاي؟ طبعا بصي، طرق التقييم اول حاجه طبعا هو من الكلينيكال بيكتشر بتاعته انه اللي هو جاي بيها التورم اللي موجود، تمام. تاني حاجه بنقيس، عندنا جهاز بنقيس الاوعيه الدمويه حصل فيها قصور نتيجه للضغط بتاع السائل الليمفاوي ده عليها، ولا صوت النبض بتاع الاوعيه الدمويه بتاعه كويس والدوره الدمويه كويسه، ولا حصل فيها نسبه قصور عشان نلحق نعالج المشكله. تالت حاجة بناخد المقاس بتاع الساق أو الدراع ونقارنه بالناحية التانية، لو الناحيتين بناخد برضو المقاس عشان نعرف إحنا نزلنا كام سنتيمتر، عشان متابعة النجاح أو عشان نعرف إحنا ماشيين العلاج بتاعنا جايب نتيجة ولا لأ. بالظبط كده، أو التطور بتاع الحالة. طيب أحدث طرق توصلنا ليها أو أحدث طرق العلاج في الفترة الحالية إيه؟ طيب بصي، عايزه اتكلم بس انه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تجمع للسائل الليمفاوي في الرجل او في الدراع، تمام؟ يبقى انا شغلي عايزه اعمل ايه؟ عايزه اصرف السائل الليمفاوي بعد ما خدنا المضاد الحيوي والحاجات دي خلاص والدنيا تمام، فانا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اصرف السائل الليمفاوي. اصرفه ازاي؟ دي بقى طريقه العلاج كلها مبنيه على كده. اول حاجه بنعمل عندنا جهاز حديث بيعمل نوع من انواع الضغط المتقطع علشان يجمع السائل الليمفاوي ده ويصرفه عن طريق العقد الليمفاويه او الغدد الليمفاويه اللي هي موجوده في منطقه الفخذ من فوق او في منطقه الابط في الدراع لو احنا بنتكلم عن الدراع. تاني حاجه عندنا جهاز بيعمل زي تحريك للسائل، ليه تردد معين وشده تيار معينه، بيعمل تحريك السائل الليمفاوي ده بيصرفه لاعلى. نقدر نقول جهاز زي جهاز مثلا يعني الهايفو او الجهاز زي اللي هو الحاجات اللي ليها هاي فريكوانسي، هاي تردد عالي، فايبريشن، نوع من انواع الفايبريشن بس ليه هاي فريكوانسي فايبريشن. خلاص. ده بيعمل ايه؟ بيعمل على تصريف السائل الليمفاوي. بنفضل شغالين فيه على فكره الجلسه طويله جدا، حوالي ساعه بنفضل، يعني ده غير هو الجهاز الضغط المتقطع. بنعمل كمان ايه بالجهاز التاني ده؟ حوالي ساعه تانية. وبعد كده عندك، بعد كده بنعمل في نوع من انواع برضو التدليك الكهربائي في اتجاه معين، ده جهاز تالت. الاتجاه اللي هو احنا بنمشي اتجاه العقد الليمفاويه الاعلى، عشان الغدد الليمفاويه تسحب لي السائل ده. هو الاجهزه اللي حضرتك بتعدديها لي، عشان احنا هنرجع لسه نكمل باستفاضه عن الجزء الاخير من او الجهاز الاخير حضرتك هتكلم عليه. الاجهزه دي كلها بتستخدم في جلسه واحده ولا انا ممكن استخدم جهاز واحد؟ لا، ده كل ده في جلسه واحده، عشان انت عايزه تتخلصي من كميه السائل الليمفاوي ده، يعني ده على في اسرع وقت، لانه ممكن يدخلني في المشاكل اللي انا قلت عليها. ممكن يعني في ناس انا شفتهم كمان دخلوا في حاجه اسمها عارفه الموربيد اوبيستي اللي هي السمنه المفرطه او الموربيد مميته، يعني ليه؟ لان هو مش عارف يتحرك، خصوصا لما بيبقى يعني مشكله في رجليه، فاهماني؟ فكل ده، لا ده كل الاجهزه اللي قلت لك الضغط المتقطع ده بيبقى ساعه، الجهاز التاني اللي هو ليه فريكوانسي فايبريشن، ليه فريكوانسي عالي، وبعد كده جهاز برضو نوع من انواع المساج بجهاز الكتريك فايبريشن بتردد برضو معين،
على جزء جزء في الرجل لحد ما نوصل مثلا للايه لمنطقه العقد الليمفاويه او لمنطقه الابط من اول ما بنبدا هنا. وبنعمل تدليك بشكل معين يدوي، وبنعمل برضو نوع من انواع الفايبريشن، جهاز تاني برضو بيعمل نوع من انواع التحريك للسائل الليمفاوي في الاتجاه برضو الاعلى في اتجاه العقد الليمفاويه. كل حاجه من دي من 30 دقيقه لحد نص ساعه. الجلسه بتقعد معانا حوالي 3 او 4 ساعات. جلسه طويله. طب كلميني بقى عن عدد الجلسات اللي بيحتاجها المريض. طبعا اكيد هتكون فرقه بين حاله لحاله. تمام. طبعا بصي، هو الكورس مبدئيا انا دايما بحب اعمل يعني اول حاجه بيبقى 12 جلسه. دول طبعا الجلسه اصلا مكثفه زي ما قلنا من 3 ل 4 ساعات على حسب الحاله. هنختار معايا الاجهزه هتبقى مدتها قد ايه. دي اول حاجه بعملها. الحاجه الثانيه برضو بعمل تنبيه كهربائي، ده بيساعدني في تنشيط العضلات. من ضمن الحاجات اللي في العلاج بعمل تنبيه كهربائي، ده بيساعدني في تنشيط العضلات وفي تحريك السائل الليمفاوي، تنشيط الدوره الدمويه ان هي نسحب السائل الليمفاوي ده الاعلى بسرعه. كمان الاتجاه اللي بنشتغل بيه مهم. مده الجلسه بيبقى 12 جلسه، ينفعوا يوميا او يوم بعد يوم على حسب الحاله بناخد القرار. ده الكورس الاولاني هيخلص في اسبوعين كل القصه. طبعا في ناس بنحتاج تكرار الكورس، يعني زي مثلا حاله مثلا اللي هو انا نزلت لها 40 سم دي اكيد مش في 12 جلسه. دول الاولانيين دول كانوا في 12 جلسه، بعد كده احتاجنا 12 تانيين. على حسب ايه، لو الحاله جايه بدري ولا متاخر. كل طبعا ما بتبقي بداتي العلاج بدري كل ما بتبقي جايبه نتائج افضل. طيب احنا قلنا التورم الليمفاوي، مين اللي يقدر يشخص لي؟ يعني انا دلوقتي انا مريضه ما عنديش وعي، بس لقيت رجلي ورمت. مش مركزه بقى، كان عندي جرح، كان عندي مش عارف ايه، او ايدي ورمت، انا ما عنديش المعلومات دي. تنصحي المريض اللي هو لقى فيه ورم او فيه انتفاخ في ايده بايه؟ في ناس زي ما قلت لحضرتك من شويه بيقولوا ايه ده، انا عندي املاح زياده شويه فرجلي ورمت، اصل انا قعدت منزله رجلي فرجلي بتورم وزاد. لا طبعا، بصي احنا طبعا انصحه ان هو يعمل الجلسات في اسرع وقت. انصحه طبعا ان هو لو الموضوع في قرح وبدا يدخل في السخونيه وكده هنتابع مع دكتور اوعيه دمويه عشان المضادات الحيويه اللازمه. بالظبط كده. وبعدين يعني نبدا العلاج في اقرب وقت، لان كل ما انت اتلحقت الموضوع بدري كل ما خلصتي من المشكله دي ومن الصداع والمشاكل. انا زي ما قلت لك الموضوع ممكن يوصل يعني انه التسمم ده يوصل للدم، يعني ممكن العيان ده يدخل رعايه مركزه ويفقد حياته كلها. فالتورم الليمفاوي او التهاب الاوعيه الليمفاويه ده مش مشكله بسيطه، دي مشكله يعني من المشاكل اللي ممكن تدخليه في مشاكل كبيره. ممكن الضغط على الاوعيه الليمفاويه دي يضغط على الاوعيه الدمويه الرئيسيه، ممكن نوصل لا سمح الله للبتر. فممكن زي ما قلت لك يعني ايه، ممكن يخلي عندنا اعاقه، ممكن يدخلنا اعاقه في الحركه. طبعا من الحاجات اللي بحب انصح بيها الناس، طبعا الناس اللي عندهم تورم ليمفاوي او تورم في الاوعيه الليمفاويه، ممنوع نقرب من حاجه سخنه خالص. يفضل رفع الساق او الايد اللي بيبقى فيها تورم. يفضل بعد ما بنخلص الجلسه كمان نربط برباط ضاغط. طب معلش سؤال بخصوص رفع الساق او الايد، لو هي في الايد تكون مرفوعه بمستوى الجسم ولا اعلى شويه؟ لا يعني بصي ما بقاش قاعده ايدي كده كده، لو في تورم ليمفاوي مش صح، بساعد على نزول السائل اكتر. بالظبط كده. لا هتبقى اعلى، يعني مثلا هيتحط مخدات برضو الرجل، هنحط ايه كرسي او مخدات وتترفع لفوق عشان نمنع انه السائل الليمفاوي ده ينزل. احنا عايزينه دايما في اتجاه التصريف الليمفاوي، دايما رافعينه الاعلى، ده هيساعد مع الرباط الضاغط المتقطع. يعني برضو ايه يعني بعد الجلسه انا بحب دايما نقوم رابطين رباط ضاغط لحد مكان الايه العقد الليمفاويه سواء في الايد او في الرجل عشان اجبر السائل ان يرجع تاني، ان يرجع تاني احافظ على الجلسه اللي انا عملتها، ده بيبقى افضل كتير. طيب السؤال برضو اللي انا عايزه اساله، المريض يروح في البدايه لمين؟ لدكتور اوعيه ولا لعلاج طبيعي بحيث ان يسال
يعني حضرتك اللي بتوجهيه، احنا هنقول مفيش تقرحات فبالتالي مش هروح، مش محتاج ان انا اروح لدكتور اوعيه دمويه. تمام. بصي هو لو مش يعني هو المفروض اذا الموضوع في اوله خالص بيبقى بيتابع يعني ايه مع دكتور اوعيه دمويه والدكتور بيحوله، او لو الموضوع خلاص هو عارف ان هو عنده تورم لمفاوي لا بيجي خلاص علينا على طول. يعني هو خلاص لو هو عارف انه في مشكله في الاوعيه الليمفاويه عنده خلاص وفي تورم ليمفاوي خلاص بيجي يبدا الجلسات على طول ان شاء الله. وبناء على الحاله حضرتك بتحددي هو محتاج كام جلسه، بنعمل طرق التقييم وبنشوف الدنيا ايه. وساعتها انا على فكره انا كمان بيجي لي عيان فبنعمل كونسلتيشن، يعني احنا اللي بنحول للدكتور لو هو محتاج تحويل لدكتور تخصص اخر زي مثلا اوعيه دمويه في الحالات دي احنا اللي بنحوله. يعني ما بعانيتش اقول لا ده انت علاجك عندي. لا 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 احنا 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 اصلا كلنا تيم ورك. هم ساعات يعني مثلا ساعات يعني في حالات من الحالات اللي جات لي جت يعني على طول، في حالات اصلا متحوله من دكتور اوعيه دمويه، وفي حالات انا بشوف لا احنا لازم نمشي بارلل مع بعض، فانا اللي ببعتها للدكتور الاوعيه الدمويه ومع الجلسات اللي بنعملها سوا، فاحنا بنمشي بارلل لبعض. يعني ماشيين في العلاج خطوه بخطوه مع بعض، احنا شغلنا مش متعارض مع بعض، فاهماني؟ مكملين لبعض. بالظبط، احنا شغلنا مش متعارض خالص، مش مثلا العلاج اجنست العلاج، ده بالعكس ده هو محتاج انه يساعد الحاله بالعلاج اللي ده بالعلاج الطبيعي. تمام. وانا اذا في التهاب خلوي او التهاب في المكان او سخونيه في المكان ما هو لازم اكيد يمشي على علاج دوائي، فاهماني؟ فلازم يشوفوا دكتور اوعيه دمويه. فاحنا دايما احنا بنمشي كتيم ورك، يعني مفيش تعارض بين العلاج الطبيعي بالذات لان الكومبليكيشن بتاعته قليله، يعني ملهوش اضرار، خصوصا لما تكوني بقى ماشيه مع حد متخصص مش يعني الحمد لله انا ماجستير والدكتوراه علاج طبيعي في وبشتغل في القصر العيني، فالحمد لله ايه لما تبقي مع حد متخصص فمفيش مجال ان انت غير ان يكون حد واخدها كورس مثلا درس شويه أو مش متخصص قوي، فما بيبقاش في مجال الحمد لله ايه للخطا في العلاج او كده، يعني فاهماني؟ غير بقى مثلا فاحنا شغلنا مش بيتعارض، مكملين لبعض. ما هي دي انا النقطه دي انا فاهمها، بس انا حبيت اوضحها للمشاهد انك انت حتى لو انت اتجهت في البدايه على دكتور العلاج الطبيعي وانت كان عن بدايه علاجك مش عنده، اكيد هيوجهك للدكتور المتخصص وهكذا العكس. وهكذا طبعا العكس. دكتور رانيا في مفاجاه احنا عايزين نتكلم عنها، طبعا حضرتك هتشرفيني الحلقه الجايه ان شاء الله. دكتور رانيا كان في تكريم لحضرتك من دكتور مجدي يعقوب، ده كان بخصوص ايه؟ الحمد لله يعني نجاحي في علاج حالاته. مش هنكمل بقى دي هنخليها مفاجاه للحلقه الجايه. هنتكلم مع المشاهدين الحلقه الجايه عن ايه؟ عن جلطات المخ والشلل النسبي. حلو، عشان لو في اي تساؤلات حابين توجهوها لدكتوره رانيا السيد عبد العليم ابعتوها لنا على الصفحه او اتصلوا بينا الحلقه الجايه يوم الثلاثاء الجاي الساعه 12، دكتور رانيا هتكون موجوده معانا وتجاوب على كل تساؤلاتكم وهنقول لكم على المفاجاه بتاعتها. دكتور رانيا السيد عبد العليم دكتوراه استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب في القصر العيني، شكرا ليكي نورتيني وبجد انا استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك وبالمعلومات اللي اديتيها لي. شكرا ليكي دكتور رانيا.